فإذن هاي الكابسة هي قلنا مال ريسايكل غاز، واللي هي قلنا تشتغل على التورباين، الكومبريسر هيدروجين ريتش غاز ريسايكل، واكو نيت غاز. زين، ديسشارج بريشر هو 8 بار مالتها، والريت كاباسيتي هي 131 متر مكعب بير اور. الكابسة الأولى اللي هي نت غاز كومبريسر، هذا النت غاز كومبريسر قلنا هاي النت غاز كومبريسر اللي هي مسؤولة على دفع المنتج من الهيدروجين إلى الشبكة، وهل الوحدة تنتج هيدروجين، فالهيدروجين المنتج تدفعه إلى الشبكة اللي هي رقمها هذه 102. زين، تو ستيج هاي الشبكة، هاي الكابسة هي تو ستيج، ديسي كانت ون ستيج سنترفيوجال تايب موتور، هذاك كان شنو كان توربين، هذا موتور دريفن كومبريسر، كومبريسر هيدروجين ريتش غاز از ديزاير كونديشن اكسبورت هيدروجين ريتش غاز نتورك. شوف هنا أنا قلنا هي تو ستيج، الستيج الاولى الديسشارج مالتها هو 15 بار، والسكشن الثاني او الستيج الثانيه هي 30 بار. زين 30 بار ريت كاباسيتي مالتها هو 59 1400 متر مكعب بير اور، هاي بالفيرست ستيج، والسكند ستيج هو 57 و900 متر مكعب. الموتور مالت القدره مالت الموتور هو 5100 كيلو واط. هذا الفيزل قلنا هو هذا الفيزل اللي هو يفصل الهيدروجين عن الهيدروكربون، هو شوف سبريتر ديزاين برايمري تو سبريت hydrogen from hydrocarbon, hydrogen from hydrocarbon. There is one nozzle on top, on tip of the separator. هذا النوزل، واكو واحد نوزل واحد بالأعلى مال هذا الفيزل، شو يسوي؟ يسمح بخروج الهيدروجين إلى الكمبريسر. زين، بعد ايش بي هذا الفيزل؟ بي يسموه مش فوق هذا المش، هذا المش يسوي هذا المش، هذا انه يمنع قطرات الهيدروكربون، خافك قطرات هيدروكربون يمنعها من انه تعبر ويا الهيدروجين للكابسة، لانه اذا عبر القطرات او ليكويد ويا الهيدروجين لعمق الهيدروجين للكابسة، هاي الكابسة مو زينة، الكابسة مو زينة. ف ريموف هيدروكربون دروبليت، شوف هنا التور، هذا التور المهم، هذا التور انه شو يسوي اللي هو ديبوتينايزر، هذا يفصل الال بي جي عن الريفورميت، مو قلنا باقي هيدروكربون، والهيدروكربون هو متكون من ال بي جي والريفورميت، الال بي جي يروح الى وحده 11، ال بي جي يروح الى وحده 11 هي وحدة الال بي جي، والريفورميت اللي هو الغازولين او البنزين يروح الى البلندنج اللي هي وحدة 52، وحدة 52. اوكي، الاوبريتنج بريشر هو 11.7 الى 12 بار توب تو بوتوم. زين، ايش بي بعد هذا التور؟ بي انه 30 ترايز فالف تراي، 30 valve try، هذا التور. إذن هاي الوحدة مختصرها، وهاي الوحدة قلنا بيها اختلاف عن بقية ذنيش الوحدات الهيدرو البتروكيماوية، الوحدات اللي صارت بيها تفاعلات كيماوية، سنجي المخطط اللي هي هذا. شوف إن هي هاي الوحدة ذنيشة كانن fixed bed
إذن هم راح نشوف إن هنا فيكسد بيدي بينما هذا هو الكاتاليست سيركوليشن. لهنا أنا تقريبا أني كملت اللي عدي، فاللي عنده سؤال هنا أنا هسه يتفضل. من عنده سؤال؟ مثل ما قلنا يعفي ارفع ايده ويتفضل. ايوب تفضل. ايوب السلام عليكم دكتور. السلام عليكم. ايوب تسمعني؟ اسمعك دكتور. تفضل ايوب. دكتور هسه ذن اليونتات هسه بعد ما اخذناها يعني طبعا شرحك واضح و عشان نفهم على الموضوع، فقصدي يعني من نروح مثلا للميدان يعني نشوف هذا الشيء يعني نصا يعني موجود مثلا سواء مصفى الدورة او مصفى كربلاء. يعني هذا الحكي مو نظري، انا دي يشرح ترى هذا الشرح هو طبعا هو واقعا موجود، واقعا كله موجود. تمام عاشت ايدك. هي انا يعني اخاف مثلا نبدي بالعملي يعني يكون تطبيق يعني خلينا نقول مثلا شيء مباشر اخذ هاي اليونتات واروح اشوفهم ضمن الواقع. عاشت ايدك. موجود عين واقعا موجود. اي نعم. عبد الرضا تفضل. عبد الرضا السلام عليكم دكتور. بالنسبة لمادة الكاتاليست، مادة الكاتاليست صحيح موجودة عندنا بهاي الوحدة؟ الكاتاليست موجودة عندنا بهاي الوحدة طبعا، هي عندنا كاتاليست بهاي الوحدة. تمام دكتور، في حال يعني خلينا نقول ورا سنة أو سنتين خلصت هاي المادة نقدر نشغل هاي الوحدة لو شنو الإجراءات يعني؟ لا هو شنو خلاص هو ما يخلص يعني ريجنريشن خلاص مالتها ما يخلص. هو إذا قلنا نسوي لها ريجينريشن، وإذا بعد ما يفيد تمام إذا خلينا نقول يتبدل. نعم دكتور، في ما لو ما استفاد يعني نسوي لها ريجينريشن ويعني غير فعالة يتبدل العامل المساعد المبدله. في حال يوم خلينا نقول إجراءات الدولة الروتين وهذا، في ما لو يعني ما استجابت أو صار تأخير باستبدالها يتوقف يعني عمل هاي الوحدة؟ يتوقف طبعا. لأنه الكاتاليست هو قلب الوحدة. تمام شكرا جزيلا. عيني أهلا. رعد تفضل. رعد السلام عليكم دكتور. شلونك؟ وعليكم السلام. العفو بس المخطط مال هاي الوحدة هسه نعرف احنا هذي نفسه قاعد يجهزها الوحدة الثانية الهيدروجين، ما فهمت منو يجهز هسه. تريد هذا المخطط لو الورا؟ لا الورا هذا اي بدي هسا الفيد مال الهيفي نفتا تجهزها الوحده الثانيه. اي صح منا. والهيدروجين منين اجانا؟ الهيدروجين قلنا هي هاي الوحده تنتج الهيدروجين، هاي الوحده تنتج الهيدروجين، فمن تنتج الهيدروجين هنا أنا راح يصير انتاج الهيدروجين، فراح يجي وياه يصير ريسايكل بالبدايه ريسايكل ويرجع لهنا وياه. واضح وياه. والزايد قلنا اكو زايد بي يروح الى الشبكه. تمام عاشت ايدك دكتور، عرفت الفيديو. يعني بعد منو؟ كرار عباس. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام. دكتور بلا زحمة، بس موقع الكابسات هنا بالمخطط وين يصير بالضبط؟ يعني بين من وبين من؟ هنا أنا بهذا المخطط؟ المكان؟ نعم. عندك هنا أنا هاي كابسة؟ أي نعم. هنا أنا كابسة هنا اللي هي تدفع الريسايكل غاز لهنا، وعندنا هاي الكابسة أوكي تودي للنتورك يعني للشبكة. أوكي. يعني هنا واحدة وهنا واحدة تقدر تقول. هنا واحدة وهنا واحدة. شكرا. جعفر.
السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام. سؤالي دكتور بخصوص الغاز وفاصل الليكويد اللي هو طالع من السبريتر. هنا أنا راح يتجه أي. من السبريتر راح يتجه للستبلايزر. الال بي جي هنا اكو عندنا وحدات معالجه مثل التج يونت هنا راح تعالج الال بي جي لو يعني يروح تفليه. اي هنا هسه هذا الاستبلايزر قلنا راح يفصل الريفورمات عن الال بي جي. الريفورمات اللي هو هذا اللي هو الهدف مالتنا التارجت مالتنا اللي هو الغازولين يروح الى البول اللي هي الوحده للستورج تانك، وهنا الال بي جي يروح الى وحده 11 العفو دكتور بس وصل يعني ما سمعتك في المضبوط. يعني هنا الال بي جي يروح الى الوحده 11 وهنا الريفورمات يروح الى الستورج تانك. يعني اكو عندنا وحدات معالجه خاصه بالال بي جي يعني انا قصدي يعني طبعا بس هنا باللي يروح للوحده 11 وهناك الوحده 11 يتعالج اذا بمعالجه. يعني عندنا ضمن السيستم مال نعم طبعا الماسو انه عد بي جي يعني اكو يعني مو كوفلير او مثلا يندز لغير مواقع. لا 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 يروح الى وحده 11. زين عبد الرضا شو رافع ايدك؟ سالتك مو لو بعد تري سؤال؟ اسلام تفضل. اسلام السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام. بس دكتور الريجنريتور اي بس هذه ما سمعتها بالمضبوط. هذه هنا أنا شوف عيني. نعم. مو هذا؟ نعم. اي شوف هنا أنا قلنا هاي الوحدة تختلف عن بقية الوحدات اللي هي ذنيشة قلنا فيكسد بيد، وهاي الوحدة هي ريجنريتر، فراح يصير الكاتاليست فيها كونتينيوس يعني مستمر بالريجنريشن بين الريجنريشن الريجنريتر وبين الرياكتر. شوف يعني يكرر المواد عليها اكثر من مره مثلا. اي راح يصير شوف هنا يفتر العامل المساعد، بس احنا هنا هذا نحكي بين العامل المساعد راح يصير متداور بين الرياكتر وبين الريجنريتر يتداور بيناتهم، فمن يصير تداور راح يصير ريجنريشن. رحم الله والديك. والدي. دكتور بخصوص المعلومات الخاصة بمحاضراتك، يعني بالنسبة لي أنا دافتهم على محاضراتك يعني أكثر من غير محاضرات اللي دناخذها اللي بالمحاضرة ديك اللي نعم. الثانية. المعلومات دكتور مطالبين بها بكل حذافيرها أو لو فهم بصورة عامة؟ أنا أصلاً مو اختصاصي بس دا أفهم شنو دا يصير حالياً، دا أفهم شنو دا يصير على محاضراتك. ايه هو شنو انا قلت لك انا بدي ابسطها لانه ابسطها جدا لانه اخذ بنظر الاعتبار انه اكو غير اختصاصات موجوده، فلذلك انا بدي ابسطها. وهي هذه التبسيط اذا افتهمتها راح انه من تدخل بالتفاصيل مالتها راح يصير عليك شويه اسهل وراح يصير سهله ان شاء الله، فما راح تلاقي صعوبه ان شاء الله. الله يخليك دكتور، ولو اخذ من وقتك بعد ايش كم ثانيه. أي. يعني فهمنا شنو الكرود اويل، شلون يدخل السي دي الفيديو، النفثه شلون تطلع، شلون تروح للازمره، شلون تجي للسي سي ار، يعني هذا كله فهمناه بصوره عامه. هذا يعني مهم مو بالارقام وبالجسمه، مهم تفهمه يعني الاوكتين نمبر هالجيت السي سي ار يطلع 100% هيك يعني فهمنا. اي فعلا هذا مهم يعني اوكي لا لحد هذا ونحاول اكثر بعد. وهو طبعا وهذا اللي هنا أنا يعني بس انه بعد اكثر راح تدخلون بالتفاصيل
وتعرفون لازم اكو بعد تفاصيل اكثر تفتهموها لازم اكثر. شكرا دكتور شلعت قلبك رحم الله والديك. هي عيني بعد منه حسين عبد الكريم. دكتور السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتور سؤالي على الكاتاليست بالوحدات السابقة إنه هو فيكس بيت فيحتاج لمثل 4 سنوات نسوي له ريجنريشن وإذا ما فات فنستبدله صحيح؟ صح. لأن دائما يتراكم الفحم وإذا ما قدرنا نسوي شيء نستبدله. هذا الكاتاليست اللي هنا عندنا بهذا اليونت احنا دائما بشكل مستمر نسوي له ريجنريشن. نعم. شنو اللي يخلينا نستبدله بعد 5 سنوات؟ يعني الفحم دائما دا يحترق ما راح يتراكم. اي مو هي انا اقول لك كل كاتاليست له عمر يعني عمره ينتهي الى عمر تايم وينتهي بعد ما يصير ويا يصير دي اكتيفيشن يعني يصير غير فعال حتى لو اسوي له ريجنريشن بعد ما يصير غير فعال فلازم نستبدله. دكتور واضح انه هو يصير غير فعال شنو السبب بالضبط؟ هواي اسباب اما انه الميتل مالته او انه البيروسيتي التختصاص شنو عيني؟ كيمياوي دكتور. كيمياوي؟ نعم. اي البيروسيتي تعرفها مالت الكاتاليست شني؟ بيروسيتي والسيرفس اريا هذا اللي يدخل بهن اذا انت كيمياوي وشوف شلون راح يصير. اوكي بعد من هو عيني؟ محمد كاظم. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام. دكتور بس سؤالي بخصوص الأرقام المحددة اللي موجودة الأرقام هذه ثابتة لو اعتمادا على الفيد مثلا هسه احنا عندنا الفيد هو رويال فروم بصرة عند مشرف فبالاعتماد على البصرة والمشرف لو بغض النظر عن الفيد ايا كان مصدره لا طبعا هي هذا السؤال الأول. هذا السؤال الأول استاذ. السؤال الثاني تتغير حسب العمر التشغيلي للمصفى مثلا ورا 5 سنوات تتغير مثلا تصير دراسة على التغيرات اللي صارت على الوحدات وتتغير او تبقى نفسها وايش قد السماحية للمشغلين اللي بالسيطرة ممكن مثلا يتلاعبون بنسب حسب الظروف والمعطيات مثلا هسه سأل واحد من زملائنا على الكاتاليست مثلا اكيد هو ما مو دائما راح يكون متواجد مثلا احتاجيناه بظرف بس النسبه مالته مو كافيه مثلا خلص وبعد ما جاء يومين او ثلاثه يتاخر هذا الشيء اعتيادي يعني بكل الوحدات الموجوده بالعراق حسب ما شايفينها احنا يعني فهذا شنو هم تتغير اكو في السماحيه للمشغل لو ماكو هاي اي عيني شوف هو اول شيء انه الكباسيتي مال كل وحده لها قلنا شرحناها إلها محدد ثابت إلها محدد ثابت يعني ثابت شقد أما أنه مشرف بصرة أي تتحكم يعني مثلا الفيد اللي جاي من بالبصرة يختلف كميته عن الفيد اللي جاي بالمشرف وبي سماحية طبعا أنه تيرن داون يسموها تيرن داون مالت الوحدة لك حق إلى 50% تنزل بالطاقة يعني تنزل من الطاقة من 100% تقدر تنزل إلى 50% فهذا كلها flexibility. flexibility معناها أكو مرونة إنه تقدر تشتغل من طاقة 50% إلى طاقة 100% من الوحدة فاهمني؟ تمام استاذ وبالنسبة للعمر التشغيلي العمر التشغيلي تبع هذا الكاتاليست إلى عمر تشغيلي قلنا لا أقصد على الوحدة نفسها الوحدة نفسها هم بيها عمر تشغيلي بس إحنا بالعراق تدري إنه هسه هاي وحدات الستينات ولحد الآن دين يشتغل بيها بعدنا صح بس 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 تتغير النسب اللي النسب من ناحية مو هي مو النسب تتغير